السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باشمهندسين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله ده اول فيديو شرح بالنسبة لمادة الكاد، الكمبيوتر ايديد ديزاين. كمبيوتر ايديد ديزاين. طيب، هل المادة دي ليها دعوة بالاوتوكاد اللي احنا خدناه قبل كده؟ لا، ده ملهاش دعوة بالاوتوكاد. الاوتوكاد احد البرامج اللي بيسموها مثلا الكمبيوتر ايديد درافتنج، هي برامج بتساعد في الدرافتنج في الرسم، لكن ده المرة دي المادة دي اسمها كمبيوتر ايديد ديزاين، يعني انا هروح استخدم الكمبيوتر عشان احل مسائل الديزاين اللي كنت بحلها قبل كده في مادة ماشين ديزاين 1 او ماشين ديزاين 2 او ثيري اوف ماشين او اي حاجة خاصة بهذا الجزء من المواد اللي فيها تصميم. فهنا دوري ان انا استخدم الكمبيوتر في الديزاين. طب ايه البرنامج اللي انا بستخدمه في الديزاين؟ البرنامج اللي هستخدمه في الجزء الاولاني من المنهج هو برنامج الماتلاب، عشان كده لازم حضرتك تنزل عندك الماتلاب، ودلوقتي حالا هنروح نشوف ازاي بشتغل عليه. اول لما بتفتح الماتلاب بتلاقيه قدامك بالمنظر ده زي ما هو واضح قدامكم. طيب، واحدة واحدة، هو ليه اسمه ماتلاب اصلا؟ هو اسمه ماتلاب عشان هو اسمه الماتريكس لابوراتوري، يعني هو ده المعمل بتاع الماتريسيز، ده اللي بيتعامل. فاكرين الماتريسيز عبارة عن ايه؟ الماتريسيز يعني عبارة عن واحد واثنين وثلاثة جوه اكس، يعني مجموعة اكتر من رقم جوه اكس مثلا، او ممكن يكون اكتر من كده. فاللي هي الفكرة كلها انه بيتعامل مع ارقام كثيرة. يعني دلوقتي انت عايز تصمم كرسي، عايز تصمم كرسي لاحتمالات كثيرة جدا، ان هيقعد عليه واحد وزنه 80 كيلو او 100 كيلو او 120 او 160 او 180. هل كل شوية هترجع تعيد تصميم، ولا انت بتديله معادلة التصميم وتديله مجموعة الارقام دي وهو يجربها كلها مع بعض في نفس الوقت؟ هو دور الماتلاب بيقدر يعمل عملية حسابية، بدل ما انت تروح تعمل مرة التصميم عند 80 وتروح تعمل تصميم مرة عند 100 وتروح تعمل تصميم عند 120 وهكذا وهكذا وهكذا، لا انت بتديله ارقام كلها مرة واحدة فهو بيروح يعمل العملية دي كده على طول. فانت بس بتكتب له الستبس وتدخل له الانبوت. طب الماتلاب ده بيقدر يعمل ايه؟ الماتلاب ده بيقدر يتعامل مع الرموز بتاعت الماتلاب بطريقة سيمبوليك سيمبولز، ممكن يعمل لك عمليات حسابية numeric computation او algorithm، يقدر يعمل data analysis و signal processing، يقدر يعمل models باستخدام مثلا ال simulink، يقدر يوضح لنا مثلا اي حاجة فيها graphics، وده برضه هنتكلم فيها ان شاء الله. بس ايه، بوضح لكم ان هو فيه مميزات كثيرة. هل ده معناه ان الماتلاب كلغة برمجة اسهل من السي او اسهل من الفورترين او بدل حاجة من الحاجات التانية؟ لأ، هي طريقة مختلفة في البرمجة، طريقة سهلة جدا ومنطقية، هتاخدوا بالكم واحنا بنشتغل مش هتلاقوا فيها العقد والجزء التكنيكال بتاع اللغات التانية، ولكن في نفس الوقت خليني أكون أمين معاكم، هي أصلا لغة مبنية على السي، يعني هي معتمدة بشكل ما على السي. طيب بسم الله، ندخل كده على طول. اول لما فتحت الماتلاب تلاقي قدام المنظر قدامك بالشكل ده، عندك حاجه اسمها الكارنت دايركتوري، وعندك حاجه اسمها الورك سبيس، وعندك حاجه اسمها الكوماند هيستوري، وعندك حاجه اسمها الايديتور، وعندك حاجه اسمها الكوماند ويندو. بص، هما التلاته ويندوز اللي انا بحب في مدرستي انا شخصيا اللي بحب اشتغل عليهم، هما التلاته ويندوز اللي بحب اشتغل عليهم. واحده اسمها الايديتور، دي اللي بعمل فيها editing للكود. واحدة اسمها الكوماند ويندو، ودي اللي بيظهر فيها الإجابات. وواحدة تالتة اسمها الجرافيكس ويندو، ودي إن شاء الله هنتكلم عليها لما نوصل جزء الجرافيكس. طيب حلو، طب إيه بقية الكلام ده؟ أنا هشرحه لكم ومش هدخل فيه تاني. الكارنت دايركتري دي الملفات اللي عندك اللي هيتعمل معاها سيف، دي الحاجات اللي عندك على الكمبيوتر، يعني ده المكان اللي هيتعمل الفايل فيه سيف. فأنا هقفل كده، ملوش لازمة دلوقتي. الورك سبيس هشرحه لكم، والكوماند هيسترو هشرحه لكم. يلا بينا، خليني اديكم مثال بسيط جدا. بصوا انا بكتب فين، انا بكتب دلوقتي في الكوماند ويندو. بكتب فين؟ بكتب في الكوماند ويندو اللي هي فيها علامة البرومبت دي. اوكي، هقول له بص يا سيدي الاكس خليها باتنين. راح هو قال لي ايه؟ خلي الاكس باتنين، يعني هو راح طبعا عنده في الميموري الاكس بتساوي اتنين. اقف
بص عملك ايه هنا في الورك سبيس، قال لك ان الاكس جواه فاليو بكام؟ باتنين. فهمت يعني ايه الورك سبيس؟ يعني كانه بيظهر لك الميموري هو ايه الارقام اللي متسجله جواه. طب تعالى اقول له مثلا الواي بتساوي 3، فقال لي الواي بتساوي 3. بص عندي في الميموري عندي اكس بتساوي 2 والواي بتساوي 3. طب والزد ده هقول له بتساوي اكس زائد واي، فقال لك ما دام الاكس بتساوي 2 والواي بتساوي 3 يبقى الزد بتساوي 2 زائد 3، يعني الزد بتساوي 5. كلام جميل جدا. نروح نبص بصة أخيرة كده على الورك سبيس. خد بالك إن هو بيحط كل ما هتزود فاليو جديدة لفاريبل جديد أو أري جديد أو ماتريسيز جديد، الكلام ده هنتعرف عليه قدام، بس إيه بيقعد يزودهم هنا. أنا شخصيا مش من هواة هذا الورك سبيس، يعني بيعمل لي زحمة قدام في أوقات مختلفة ممكن نبقى نحتاجه، بس إحنا شغلنا بسيط فأنا مش بحتاجه. طيب إيه الكوماند هيستوري؟ كل ما تكتب كل ما تكتب عفوا كل ما تكتب كود اكس بتساوي 2 كتبها لك، واي بتساوي 3 كتبها لك، زد بتساوي اكس بلس واي كتبها لك. فالكوماند هيستوري ده يا سيدي ان هو بيجمع لك كل الكودز اللي انت بتقعد تكتبها في الكوماند هيستوري. طب انا برضو كتر خيرك هقول له شكرا، وهقول له شكرا وايه، عشان بس انا مش عايزك تتخض من الشاشه، انا عايز بس الاثنين ويندوز دول، اللي فوق اللي اسمها الاديتور واللي تحت اللي اسمها الكوماند ويندو. طب واحده واحده، انا دلوقتي اكتشفت ان الاكس بتساوي 2 زي ما انا قلت لك والواي بتساوي 3 زي ما انا قلت لك، بس انا اتلخبطت، الزد ما كانتش بتساوي اكس بلس واي، لا الزد كانت بتساوي اكس ناقص واي. فانا هاجي احط الماوس هنا عشان اعدل، وعملت باك سبيس عشان امسحها ما اتمسحتش. طب رحت قبلها وحطيت الماوس وعملت ديليت ما اتمسحتش. طب انا عملت ده كله وجيت امسحها ما اتمسحتش، ايه اللي حصل؟ الكوماند ويندو بيمشي كوماند باي كوماند او لاين باي لاين، يعني يعني بياخد اوردر في اوردر. انت قلت لي بتساوي اكس بتساوي 2، راح طبع في الميموري على طول اكس بتساوي 2. رحت قلت له واي بتساوي 3، راح طبع على طول. قلت له اكس بلس واي، راح حسبها لك زد بتساوي 5. طب انا غلطت، عايز اصلح الكود ده. اه لا لازم تكتب له تاني الزد بتساوي اكس ناقص واي، فيحسبها لك ما دام الاكس بتساوي 2 والواي بتساوي 3 ناقص ناقصهم من بعض يبقى ناقص 1. طب ده معناه ايه؟ معناه يا سيدي ان انت لو الكود بتاعك او الايكويشن انت بتستخدمها اصعب بقى، مش اكس زائد واي اكس ناقص واي، اطول بكتير من الكلام ده، مساله ماشين ديزاين كده محترمه مثلا زي المساله بتاعه الباور سكرو مثلا تفتكرها بتاعه ماشين ديزاين 1، حضرتك لو جاي تعملها وغلطت فيها هترجع تكتبها تاني؟ لا طبعا. عشان كده انا شغلي بيبقى فين؟ في اللي اسمه ايه ده، في الايديتور. شفت اسمه اديتور؟ عشان مسموح لي اعمل اديتنج. تعال نكتب نفس الكود، اكس بتساوي 2 واي بتساوي 3 زد بتساوي اكس زائد واي، واعمل واحد رن، هو ده العلامة دي، سيف اند رن. ماشي، او ممكن تعمل اف 5. سوري يا شباب، شايفين العلامة دي اللي هي ايه؟ الرن دي. عملنا رن، هتقول له ماشي تشينج دايركتري دلوقتي مفيش اي مشكله. فقال لك الزد بتساوي كام؟ 5. فاكرين كانت من شويه الاجابه كانت ناقص واحد لما نقصهم من بعض. طب تعالى بقى نعمل مثال هنا، ايه ده لا انا اتلخبطت، دي مش اكس بلس واحد دي اكس ناقص واحد. تيجي هنا تعمل باك سبيس تعدلها تديها واحد رن، هيقول لك هيقول لك الزد بكام؟ بناقص واحد. واضح؟ ممتاز. طيب الحاجه اللي بعدها، انا قلت لك دلوقتي الكود بتاعي دايما هيبقى فين؟ في الكوماند ويندو، عفوا في الام فايل اللي هو اللي فوق ده، والاجابه هتظهر فين؟ في الكوماند ويندو. طب افرض لما انا فتحت الجهاز ما لقيتش الكوماند ويندو، وليكن بص انا هعمل ايه، قفلتها كده. عندك مين بس؟ الاديتور اللي هو بنسميه ام فايل. ليه بنسميه ام فايل بالمناسبه؟ عشان هو ال اكستنشن بتاعه ام. اوكي، زي بي دي اف كده، دوت بي دي اف، فبنسميه بي دي اف على طول، مش بنقول لك فايل بتاع ادوب اكروبات مش عارف، فاهمين قصدي؟ بنسميه ام فايل على طول. طيب واحده واحده، انا عايز اجيب الكوماند ويندو اللي ما كانتش باينه، عشان انت مش عارف ايه يعني، مش عارف الجهاز اللي هتقعد عليه عامل ازاي، فانت لازم تتعلم تجيبه. فبنروح على حاجه اسمها ديسكتوب. في الديسكتوب
في حاجة اسمها الكوماند ويندو لو انت عايز تظهرها، الكوماند هيستوري اللي انا خفيتها لو انت عايز تظهرها، الكارنت دايركتري اللي انا خفيتها لو انت عايز تظهرها، الورك سبيس، البروفايلر، وهكذا وهكذا. انا عايز مين بقى؟ كوماند ويندو. عملت كده ظهر اهو. يبقى انا لما اقفله اعمل اظهره ازاي؟ اروح ديسكتوب واعمل كوماند ويندو. طب افرض عايز ارجع كل حاجة زي ما كانت اصلا في الاول خالص، اروح اعمل ديسكتوب، ديسكتوب لاي اوت ديفولت، وهفتح كده. ايه اللي طلع لي؟ ده اللي هو كان المنظر اللي طلع لي في الاول خالص لو تفتكروا. ماشي، قفلت 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 عشان انا مش عايز غير الاتنين دول. طب ماذا لو ما كانش عندي الام فايل او الاديتور ده؟ بعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، هنا بس عندي مين كده؟ الكوماند ويندو. شايفين دي اللي عامله زي نيو وورد فايل بس اسمها نيو ام فايل، او تعمل فايل نيو ام فايل. فتحها لك برضو، خدت بالك؟ دي اللي هي ايه؟ الاديتور بتاع فايل ايه؟ انتايتلد. تمام، نكتب تاني المثال اللي كنا شغالين عليه. ونديها واحد رن. خليني همسح لكم كده الكوماند ويندو. عايز الكوماند ويندو تحت يبقى فاضي، مش عايز افرجكم حاجه. ما دام عايز افضيه فبعمل حاجه اسمها سي ال سي. بص حصل ايه؟ فضيت. سي ال سي ده بيعمل ايه؟ بيمسح الكوماند ويندو. بيمسحها يعني مش بيمسح الميموري، لا، يعني بيكلينز الكوماند ويندو، كانك جبت كده جومه او مساحه وقعدت تمسح ايه؟ الشاشه. حلو؟ طيب جميل. نقول بقى الاتي، انا هعمل رن، مركز؟ هيقول لي ايه؟ يقول لي اسم الفايل ايه؟ هسميه اكزامبل واحد دلوقتي. يس، اوكي. فقال لك اكس بتساوي 2 واي بتساوي 3 وزد بتساوي 1. فاكر لما انا قلت لك ان انا عايز الكوماند ويندو عشان اظهر فيه بس الاجابه الفاينل انسر؟ يبقى انا لما يجي يديني انبوت بروح احط بعدها حاجه كده. دي ايه ده؟ هوريك. شايفين الاجابه كان هنا اكس و2 واي 3 وزد ب1. نكتب سي ال سي، نعمل واحد رن، الاجابه طلعت واي بتساوي 3 وزد بتساوي 1. فين الاكس؟ الاكس ما ظهرتش. ليه ما ظهرتش؟ عشان جنبها السيمي كولوم دي. وصل؟ طب تعالى نعمل دي كده كمان ونكتب سي ال سي، ورحت عامل واحد رن، فطلع لي مين بس؟ الزد. طب لو حطيت واحد سيمي كوما جنب الزد هنا، سيمي كولوم جنب الزد، وعملت رن، استنى اعمل سي ال سي افضيها الاول، عفوا سي ال سي، ورحت عامل رن، طبعا مش هيرضى ان هو يعمل رن قدامي. ليه مش هيرضى؟ عشان هو عمل رن فعلا بس هو ما اظهر ليش الاجابه. ارجع امسحها واعمل واحد رن، في ايه؟ الزد بتساوي واحد. تمام يا باشمهندسين؟ طيب ده كده مبدئيا. ندخل بقى سي ال سي اللي انا كل شويه اروح اقعد امسحها. واخدين بالكم كل شويه اكتب سي ال سي وامسحها؟ طب بصوا، انا حاجه اكتب دايما هنا في اول الكود سي ال سي. اشمعنى؟ عشان كل مره، خليني اوريها لك مثلا، وليكن دي كانت كده، عملت رن، الاجابه كده فيها كمين؟ 3 و1، ورحت عامل دي كده ورحت عامل رن، راح هو ظهر لي مين بس؟ 1. التلاته اختفت ليه؟ مش عشان انا بس حطيت دي، لا، هو عمل ايه؟ هو عمل سي ال سي، يعني مسح الاجابه، مسح كل حاجه في الكوماند ويندو، وابتدى على جديد، وابتدى على نضيف. هشرحها لك تاني. عملت كده، عملت رن، فالاجابه طلعت 3 و1. طب لو السي ال سي مش موجوده ورجعت حطيت السيمي كوما، هيظهر لك 3 و1 وبعدين 1 تاني. دي اللي هي ايه؟ لما عمل رن المره التانيه، 3 و1 بتاعت الرن الاولانيه و1 بس بتاعت الرن التانيه. طب انا عشان اخش في القصه دي هعمل سي ال سي، يبقى دايما لما يجي يبتدي الكود بتاعي يتاكد ان ايه؟ ان يروح يمسح الكوماند ويندو. طب تعالى نقول ان زد كانت بتساوي اكس ناقص 1 مضروبة في، خد بالك بقى، مضروبة فين؟
في واي ماشي مضروبة في واي. طيب ايه الحكاية بقى؟ طب انا عارف الاكس بتساوي 2، واي بتساوي 3، اكس ناقص 1 يعني 2 ناقص 1 ب1، 1 في 3 تطلع المفروض الاجابة بكام؟ ب3 صح؟ طيب هديها واحد ران كده طلعت الزد ب3. طب تعال نعمل حاجة بقى خبيثة شوية، انا مسحت مين؟ الواي مسحته، وهنا المفروض هكتب سي ال سي، يعني مفيش حاجة موجودة في الكوماند ويندو، هعمل واحد ران. ايه اللي حصل؟ طلع لي اجابة زد بتساوي 3، مع اني قايل له الاكس بتساوي 2 ما قلتلوش الواي بتساوي كام. ليه؟ عشان هو راح جاب من الورك سبيس عنده ان الواي كانت بتساوي كام؟ 3. طب افرض انت الواي ما كانتش ب3، الواي كانت ب10، بس انت نسيت تعرفها له، نسيت تعرفها له، فهنا بتبقى دي مشكلة. فانت عشان ما تدخلش في هذه الأزمة تتعود كل مرة تبتدي الكود بتاعك تكتب سي ال سي وتكتب كلير. ايه سي ال سي؟ كلير الكوماند، وكلير يعني امسح الميموري، امسح الميموري كلها عشان ابتدي على نضيف. تعالى نعمل كده واحد، تعالى نعمل run. فقال لك undefined function or variable y، يعني عندك ال y مش متعرفة، undefined function or variable y، لما يطلع لك حاجة بالأحمر دي معناها إنها error. فأنت تتعامل، دورنا إحنا هنا بقى في المادة إن إحنا نطلع لنا errors ونصلحها، عادي يطلع لك error، ده شيء عادي طبيعي جدا، فتقراه كده واحدة واحدة تعرف. فبيقول لك عندك ايرور في الملف اللي اسمه اكزامبل 1 في سطر 5، هنا المشكلة زد بيساوي اكس ناقص 1 في واي، اكس ناقص 1 في واي. ايه المشكلة؟ قال لك انها الواي مش متعرفة، فاجي اقول له لا دي الواي بتساوي 10 واحط السيمي كولم، سيمي كولم ما انساش، فتبقى الزد بتساوي 10 وهكذا كلام زي الفل. طب حاجة كمان نحطها بقى كده في الأول عشان ما ننساش، ألا وهي دي ايه دي؟ انتوا عارفينها المفروض من اي لغة قبل كده. This is the comment. Any comment will be in green. اعمل run عادي ما تفرقش في اي حاجة. ليه؟ عشان الكومنت ده كلام ليك انت، ده مش لازم يبقى كلام ليه معنى، يعني ممكن اقول ده المثال الاولاني اللي الباشمهندس شرح فرانكو بقى، فاهم قصدي؟ بقول ايه؟ ان هو ده مش مهم، ده كأن السطر ده هو مش شايفه اصلا، هو كأنه اصلا هو مش شايفه. دي حاجة انت بتكتبها لنفسك لو بتشرح لنفسك حاجة، عشان بعد كده ان شاء الله هيبقى عندك كود طويل عريض وهكذا. انا من الحاجات اللي بحبها جدا اجي كده في الاول احط percentage واقول example 1، او انت مثلا تقول مثلا sheet 1 problem 1 كده، ايه اظهر لي انك فاهم وبتبتدي تعرف ايه تشتغل بالحاجات دي. طب في كام مثال كده عايز اوريهم لك. اول حاجة انا مش هخليها واي سمول، انا هروح اخليها واي كابيتال، هروح اعمل run. قال لك ايه؟ قال لك undefined function or variable y، undefined function or variable ايه؟ y. ليه؟ بص undefined function or variable y small error في example 1 سطر 6، هو قال لك ان الزد بتساوي x ناقص 1 في y، طب دي y ايه؟ small، وانت مديها له اصلا ايه؟ y capital صح؟ فخلي بالك الماتلاب بيسموه سنسيتيف كيس، يعني هو بيفرق ما بين الواي سمول والواي كابيتال، الواي سمول دي حاجه والواي كابيتال دي حاجه، اوكي؟ فانت عشان ما تدخلش في الدايلاما دي معظم شغلك، اسمع مني الكلمه دي، معظم شغلك يعني 90 95% خليه سمول، خليه سمول. هما اتنين بس لما يجي وقتهم هقول لك خليهم كابيتال، وهقولهم لك من دلوقتي الاي والجي. الاي اللي هي باي على 32 الاي باي على 64 دي باور 4، والاي والجي اللي هي باي على 32 دي باور 4، دول لما تيجي تستخدمهم معلش عشان خاطري اسمع كلامي خليهم ايه؟
كابيتال مش سمول. ليه؟ ليهم وقتهم نشرحه. اوكي طيب، ده المثال الاولاني. المثال اللي كمان اللي عايز اوريه لك، طب تعالى لو انا عملت كده وعملت ران، طلع لي نفس الايرور مع اني ما استخدمها المره دي واي سمول واي سمول، ايه اللي حصل؟ قال لك undefined function or variable y error في الاكزامبل واحد في سطر 6 في القانون ده. لو ضغطت على اللينك كده هيقول لك عندي مشكله هنا في السطر ده. ايه المشكله؟ ما هي الزد بتساوي اكس ناقص واحد في الواي، الاكس ب2 والواي ب10. اه لا بس خلي بالك الماتلاب بيمشي سطر بسطر. اول سطر قلت له اكزامبل واحد كومنت، قال لك تمام انا مش شايفه. تاني سطر قلت له سي ال سي، قال لك تمام حاضر همسح الكوماند ويندو. قلت له تالت سطر كلير يعني روح امسح الميموري، قال لك تمام زي الفل. قلت له السطر الرابع اكس بيساوي 2، قال لك حاضر ومش هطبعها السيمي كولوم دي يعني مش هطبعها تحت في كوماند ويندو. بعدين قلت له السطر السادس سد الزد بيساوي اكس ناقص واحد في الواي، قال لك بس الواي دي بكام؟ ما انت عامل له كلير يعني مسح الميموري يعني ابتدي على نضيف. فلازم دايما الجيفنز تبقى قبل الايه؟ قبل الاوتبوت الايكويشن هتحسبها. نعمل ران كده يطلع لك الزد بتساوي 10. ماشي، خليني اجيب لكم الملزمه كده نبص على كام حاجه كده. دي الملزمه بتاعتكم يا باشمهندسين اللي بيشرح لك فيها نفس الكلام، ابقوا اقعدوا اقروه كده يعني ايه معرفه ليك. بيقول لك ازاي تفتح نيو ان فايل وازاي تعمل سيف والعمليات الحسابيه. لو انت عايز تضرب بتعمل بتستخدم الضرب عادي اللي هي مع التمانية، عايز تجمع تعمل بلس، عايز تطرح تعمل ماينس، عايز تعمل ديفيجن تعمل ديفيجن. اكيد مش هشرح لك، محتاج اشرح لك الكلام ده. في حاجه اسمها انفرس ديفيجن هعملها لك. ولو عايز تعمل باور ايه، لو عايز تعمل باور بتعملها اللي هي شيفت 6. هعمل لك الكلام ده حالا اللي هي الديفيجن والانفرس ديفيجن والاكسبوننت. وعايز الفت نظر، واتكلمنا على الكومنت، عايز بقى الفت نظرك لحاجه اهم من الكلام ده. ايه؟ ان احنا هنستخدم وليكن عايزين نعمل الاريا. اوكي تعال نجيب المثال تاني ده، نعمل نيو ان فايل بقى واحد جديد. بص خد بالك لما انا عملت نيو ان فايل، لما دخلت على ضغطت على ده ظهر لك واحد تانية كده جنبها. عارف ما تبقى قاعد على المايكروسوفت ايدج او الجوجل كروم او الفايرفوكس ايا كان البراوزر حضرتك بتستخدمه، مش بتعمل كنترول تي فيفتح لك تاب جديده؟ هي نفس الفكره، بس بدل ما يفتح لك تاب جديده يعني بيفتح لك ام فايل جديد عشان تعرف تتحرك ترجع للقديم تروح للجديد تعرف تتحرك فيه. بص ده اسمه اكزامبل واحد، ده اسمه انتايتلد وهكذا. اول حاجه اتفقنا كلير سي ال سي. تعال نحسب الاريا. تعال نقول مثلا الار بتساوي 2، فبالتالي اريا بتساوي باي في ار سكوير. ما دام باي في ار سكوير فاقول باي في ار تو ذا باور 2. بص انا عملت كذا حاجه هنا بقى، اخد بالك. اولا باي ما اضطرتش اكتب له 3.14، لا هو متعرف عنده في الماتلاب ان بي اي يعني 3.14 اللي هي الباي، فانت مش محتاج تقعد تكتب له الرقم. اوكي ففي حاجات متعرفه عند الماتلاب اوعى تستخدمها، اوعى تستخدمها عشان هي اوريدي متعرفه عنده زي الباي، زي اي ان اف اللي هي انفينيتي. اوكي وزي حاجات تانية هجي لها حالا، بس تعالى نرجع المثال ده. هنعمل ران، هيقول لك لازم تعمل سيف، هقول له حاضر اكزامبل 2 سيف يس عشان كان عندي مثال قبل كده. لو الار بتساوي 2 اريا بتساوي 12.5664، ما هي ار سكوير يعني 2 سكوير يعني 4، 4 في 3 وشويه يعني 12 وشويه، مظبوط. طيب انا بفكرك لازم ما يظهرش غير الفاينل انسر، اعمل ران بحيث ما يظهرليش غير الاريا. طب تعال نقول مثلا كنت عايز احسب الاي بتساوي باي على 64 دي تو ذا باور 4، يعني دي اللي هي 2 في ار صح؟ تعالى عشان ما لخبطكش هقول حاجه اسمها هنا دي هي عباره عن 2 في ار،
ماشي، واقول له هنا باي على 64 دي تو ذا باور كام؟ 4. هنا في كذا مشكلة في اللي انا كاتبه ده، السطر السادس ده في كذا مشكلة. اول حاجة تعالى نعمل رن. قال لك في unbalanced or unexpected parentheses or brackets، هو عنده مشكلة في السطر ده، في الحتة دي عنده مشكلة. ايه المشكلة؟ هي باي على 64 في دي تو ذا باور 4. اه لا، خلي بالك الماتلاب لازم تعمله ايه؟ لازم تضربهم لي في بعض، هو مش هيفهم. احنا اه متعودين لما نكتب كده في الورقة ولا في الكراسة ولا على السبورة، بنكتبهم جنب بعض بنفهم ده هيتضرب في ده، بنفهم ده هيتضرب في ده، ماشي؟ خلي بالك. يبقى هاجي اعمل رن، طلعت الاي بتساوي 12 بوينت كذا كذا كذا. دي نقطة. المشكلة التانية، انا ما بحبش استخدم اي سمول، لازم استخدمها اي كابيتال. فاكر لما قلت لك هيبقى 95% من المرات هستخدم كل حاجه سمول ما عدا مرتين مع الاي وجي؟ ايوه، ايش معنى؟ فاكر الاي وجي بتاع الكومبلكس اللي هي اي يعني بتساوي سكوير روت اوف ناقص واحد، والجي سمول يعني سكوير روت اوف ناقص واحد. خلي بالك، هو ممكن لو انت كتبتهم لي في الشغل هو ممكن يفهموا ان هما كومبلكس يعني سكوير روت اوف ناقص واحد، يعني ايه؟ يعني يطلع لك ارقام وما يطلعلكش ايرور، بس الارقام دي بلح. انا اسف في الاكسبريشن، بس ليه؟ عشان لازم حضرتك تستخدم رموز مش متعرفه عنده، زي الاي سمول والجي سمول والبي اي والاي ان اف، في شويه حاجات كتيره جدا متعرفه عنده. تعال نرجع كده ملزمه. بص قال لك الباي يعني 3.14 5 1 5 9 وكذا، انفينيتي هو فاهمها بايه؟ انفينيتي. طبعا تاخد النص دي في الملزمه بتاعتك، لازم تكون طابعها حضرتك. وقال لك ابعد بقى عن الاس اي ان عشان معناها ساين، ابعد عن سي او اس عشان معناها كوزاين، ابعد عن تي اي ان عشان معناها تان، ابعد عن الاي يو جي عشان دول اصلا مستخدمين في الكومبلكس، وهكذا. ماشي، بيقول لك ان اللور وابر كيس فاريبلز بيختلفوا عنده، يعني لو اكس بتساوي واحد اكس كابيتال واكس بتساوي اتنين، الاي بتساوي اكس بلس اكس يعني الاي بتساوي تلاته. واخد بالك ان الاكس كابيتال دي حاجه والاكس سمول دي حاجه، ماشي؟ انا بس ايه كنت عايز اوريكم كام نوت كده عندنا عشان نخلي بالنا واحنا شغالين. جزء الايف ستيتمنت ده هخليه ايه يعني لحضرتك هوم ورك، تقعد تجرب الامثله اللي موجوده عندك دي، الايف ستيتمنت والاور واللوبس، يبقى إيه انت اقعد تجربها كده والبريك مع نفسك، ماشي؟ كل ده يعني ايه ظريف، انا عايزك تقعد تبقى تجرب الامثله دي كلها، بس انا بصراحه هركز لك في الكور بتاع شغلك. طيب بالمره كده انا هروح على صفحه 22، انا لسه مش كل ده مش مخلصش كل اللي قبله، بس انا في حاجه مهمه عندي في صفحه 22 بالمره عايز اقولها لك. مش انا قلت لك في شويه حاجات شويه فانكشنز تبعد عنهم زي الساين والشاين او الكوساين والكوشاين او التان او السك او الكوتك او الساين انفرس، انفرس ساين يعني ساين تو باور نيجاتيف 1 بتكتبها ازاي؟ اي ساين. لو عايز تعمل اكسبوننشال بتحط اكسبوننشال وبعدين تعمل حط الحاجه اللي انت عايز تعملها لوج، لوج دي اللي هي اللان، لوج 10 اللي هي لوج لوجاريتم عادي، سكوير روت اس كيو ار تي لو عايز تعمل سكوير روت لحاجه، لو عايز تعمل فيز انجل، لو عايز تطلع ماكسيمم ومينيمم الارقام او الصم والمين والاي وجي اللي هما معناهم اصلا سكوير روت اوف ناقص واحد وسكوير روت اوف ناقص واحد والباي وانفينيتي. ده معناه لما تيجي تسمي فاريبلز عندك او ماتريسيز او اريز او اي حاجه، ابعد عن المسميات دي كلها لو سمحت، ابعد عنهم عشان دول حاجات اوريدي متسجله في الماتلاب. عشان كده يا باشا يا باش مهندس، ما تستخدمش الاي سمول، ما تستخدمش الجي سمول الا وانت مدرك انت بتستخدمهم كومبلكس، ما تستخدمهمش زي الاي اللي هي بتساوي باي على 64 دي تو ذا باور 4، ولا الجي باي على 64 دي تو ذا باور 4. الصفحة 22 دي مهمة جدا، مهمة ايه؟ جدا. تعالى اديك مثال على الساين، نقول مثلا الاكس بتساوي باي على 4، باي على 4 الباي يعني 180 يعني 45، او تعالى نسهل عليك نقول باي على 3 اللي هي 180 على 3 يعني 60. تعالى نقول عندي الزد بتساوي كوزاين اوف اكس والواي بتساوي ساين اوف اكس،
ونديها ران، قال لك الزد بنص والواي ب 0.886. فاكر اللي هي ساين 60 بكام وكوزاين 60 بكام؟ كوزاين 60 لو تفتكر كان بنص. ها انا اقصد اختار الارقام بكده. طب ليه يا باشمهندس كاتب باي على 3 مش كاتب 60؟ هكتب لك 60، هعمل ران، طلع لك الزد بناقص 0.9 والواي بناقص ايه؟ ايه الارقام دي؟ اه لا انا ما قلتلكش ان ايه، ان الماتلاب الديفولت بتاعه بيشتغل بالراديان، يعني لازم تدخله ارقام بالراديان. طب انا ارقام عندي بالديجري، يبقى تضرب في باي على 180، دي كده تبقى عبارة عن ايه؟ تبقى عبارة عن 60، تطلع لك كده تاني الزد بنص والواي ب 0.86. اولا كذا نقطة، بلفت نظرك انه لازم يكون كل حاجة بالراديان، يعني لازم لو ارقام عندك ديجري تضربها في فاي على 180، لو هي خلاص بالديجري بالريدنج جاهزه خلاص حطها على طول. تاني حاجه، خدت بالك عملت كوساين اوف اكس، فتحت كوس قفلت كوس، اللي ما بين القوسين المدورين دول هم دول اللي ايه اللي اتعمل لهم كوساين. ماشي. فصفحه 22 دي كانت مهمه. فاضل لي اخر جزء عندي في المحاضرة الاولانية دي بتاعتي، وجزء مهم جدا، الا وهو it's saving. انا كل ده ما اتكلمتش معاك كفاية في السيفنج. تعال ناخد نفس الكود ده ونعمل new in file، خلاص انتوا عارفين، وعملت كنترول v ورحت اعمل سيف. لما اجي اعمل سيف اول مرة هيقولك لازم تسميه لي، هتسميه ايه؟ هسميه فايل رقم واحد. ماشي، هسميه فايل رقم بلاش واحد، هسميه فايل رقم 10 سيف. قال ماشي، هعمل تشينج دايركتوري، طلع لك الاجابه بتساوي كام؟ 10. ايه ده؟ تاني تاني، لا سي ال سي عشان تبقى واضحه عندك. عملت ران تشينج دايركتوري، طلع لك الاجابه بكام؟ ب 10. 10 ايه؟ انا لما عملت الكلام ده من شويه في الكود ده وعملت ران، الاريا طلعت بكام؟ تعالى اطلع لك فوق شويه، طلعت ب 12. ليه طلعت لك 10 لما انا جيت عملت الكود ده؟ اه الماتلاب فيه شوية حاجات تخلي بالك منها وانت بتعمل سيفينج. اوعى تسيف الملف برقم فقط، هو لما بتيجي تسيفه برقم فقط هو بدل ما بيعمل عملية حسابية اللي جوه، بياخد الرقم بتاعه اللي هو العشرة دي وبيخليها الإجابة بتاعته. بص الأنسر بكام؟ 10. 10 إيه؟ ما عنديش حاجة اسمها 10. وليكن ال R بتساوي 2، X بتساوي R في 100، المفروض تطلع بكام الإجابة؟ 2% ب 200. نعمل run، هيطلع لك الإجابة برضو بكام؟ ب 10. أيا كان الكود اللي جوه هيطلع لك ب 10. فعشان كده أوعى 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 تعمل سيفنج برقم، وأوعى تعمل سيفنج برقم في الاول. طبعا انت لازم تروح تغير، نروح نعمل فايل سيف از، يعني ما ينفعش اسميه 10 اكزامبل. هعمل سيف واعمل ران، هيطلع لي نفس المشكله، مش نفس المشكله بس هيطلع لي مشكله، هيقول لك ان اكسبكتد ماتلاب اوبريتور، ما ينفعش تيجي بالسيفنج برقم. امال ايه؟ خدت بالك انا عملت هنا ايه؟ اكزامبل 2. اه ممكن، اه يعني الرقم بعد، خلاص يبقى هعملها example space 10. يبقى file save as هسميه اسم جديد example space 10، اروح اعمل save. قال لك برضو ايه؟ قال لك undefined function or method x for input arguments of type character. x ايه اللي هو زعلانها ولا example ايه؟ اه لا ما انا برضو لازم اوضح لك، ما ينفعش تحط space في saving، ما ينفعش تحط سبيس في السيفينج. يبقى دول تلات حاجات مهمين، ما تحطوش رقم بس، ما تبتديش برقم، ممكن تنتهي برقم، ما ينفعش تحط سبيس. طب لو عايز تعمل حاجة زي كده تعملها، تحط اندر سكور. ماشي، اندر سكور اكزامبل اندر سكور 10، نعمل سيف، نعمل ران، هيطلع لك الاكس بمتر. اوكي يا باشمهندس، يبقى هي دي كانت الفكرة الأساسية بتاعت أول محاضرة عندي. إحنا لسه في البيزكس، عشان إن شاء الله المرة الجاية الآر مش هتبقى برقم واحد والإكس هتبقى برقم واحد والكلام ده، لا الإكس هيبقى مجموعة جواها مجموعة كبيرة من الأرقام،
زد هيبقى مجموعة جواها مجموعة كبيرة من الأرقام. احنا بس عشان تبقوا معايا في الملزمة، احنا خلصنا صفحة 22 دي لوحدها، ويعني اتكلمنا بشكل ما لغاية صفحة، انا عايزكم تقعدوا تجربوا لغاية يعني ايه الايف ستيتمنت والحاجات دي، هي مهمة بس احنا بصراحة مش هنتطبق عليها في المنهج، فانا مش عايز اضيع فيها وقت في التسجيل، وان كان ممكن ابقى انزل لكم عليها فيديو توضيحي بعد كده في الاكستراس ولا حاجة. فاحنا نعتبر واصلين لغاية صفحة 12، عشان من اول المرة الجاية هتلاقي جوه الاكس مش رقم واحد، مجموعة كبيرة من الارقام، وده اللي هناخده في المحاضرة الجاية باذن الله. اوكي طيب، مطلوب منكم من هنا للمرة الجاية شيت واحد. فين الشيت؟ في اخر الملزمة. بص بص، انا بنزل، هي الملزمة 145 صفحة، انا بنزل اهو، الشيتات في الاخر. فانا مطلوب من حضرتك شيت واحد، ماشي؟ هتحللي مسألة واحد واثنين وثلاثة واربعة، خليكم معايا. طيب لاحظ الحاجة الأولانية، الدي أوتر بتساوي، لو احنا بنحل المسألة الأولانية، الدي أوتر بتساوي 100 والدي إنر بتساوي 40. طيب أول حاجة تاخد بالك منها، هو بيقول لك احسب لي الأريا، فأنت طبعا لازم تحط له الدي إنر فوق وتحط لي دي أوتر تحت، وتقوم حاسب له الكلام ده، ماشي؟ اللي هو دي أوتر سكوير ناقص دي إنر سكوير في باي، وبفكرك الباي كانت بي أي، وهحسب له من هنا الاريا، ماشي؟ بس في مشكلة هنا. ألا إيه وهي المشكلة؟ إن هو مديني دي أوتر بالمليمتر ومديني دي إنر بالمليمتر. أه لا أقف، أنا لازم أقعد أعمل لك مراجعة على كل اليونتس. لو أنت عندك الـ SI units كانت كالآتي: الواحد، واحد عشر أس تلاتة، واحد عشر أس ستة، واحد عشر أس تسعة، واحد عشر أس ناقص تلاتة، عشر أس ناقص ستة، عشر أس ناقص تسعة وناقص 12. بص يا سيدي، ده اللي هو الكيلو، ده اللي هو الميجا، ده اللي هو الجيجا، ده اللي هو الملي، ده اللي هو المايكرو، ده اللي هو النانو يا البيكو، متلخبط بقى، 9 و12، واحد نانو واحد بيكو. anyway، انا لو عايز ارجع للاس اي يونتس، يعني عايز ارجع للاس اي يونتس، يعني ده اللي عايز ارجع له دايما، انا الكيلو 1000 وحده من اليونت الاساسيه، يبقى انا لو عايز اروح شمال بضرب، لو انا بروح شمال بضرب، يعني انا عندي مثلا 50 كيلو، يبقى هضرب في 50 ألف. طب لو عندي 50 ميجا، يبقى هضرب في 50 × 10^6، يعني 50 مليون. لو 10^9، 50 × 10^9 ايه، 50 جيجا، يعني 50 × 10^9. وما دام رايح شمال، ناحية الشمال بضرب، اوكي؟ لكن عندي حاجة بالملي او بالمايكرو او بالنانو او بالبيكو، بروح بعمل ايه؟ بقسم، ماشي؟ بقسم على 1000. الملي يعني هقسم على 1000، المايكرو يعني هقسم على مليون، وهكذا، اقسم على 10^9 واقسم على 10^12. مفهوم يا شباب؟ انا لازم كل حاجه ترجع لاصلها. فانا في المثال كان عندي بيقول لك الدي بمليمتر، يعني اضرب في 1000 ولا اقسم على 1000؟ لا، تقسم على 1000. خلي بالك من الموضوع اليونتس ده، عشان ده مهم جدا، عشان دي المره الوحيده اللي هشرحها، بعد كده انت مسؤول قدامي كل مره. دي مسألة أولى. المسألة التانية، واي بتساوي اكس سكوير زائد زد سبار نص اكس سكوير زائد زد سبار نص، كده انا بحاول اوضحها لك بس واضح اني مش واضحة كفاية. اكس سكوير زائد زد سبار نص زائد اكس زد زائد اكسبوننشال اوف 3 اللي في صفحة 22 زائد 10، حيث الاكس بتساوي 1.2 والزد بتساوي 5.5. لو سمحت تحسب لي الواي بكام؟ سهله،
مديك السيجما اوف اكس بتساوي كذا ميجا باسكال، والسيجما اوف واي بتساوي كذا ميجا باسكال، والتاو اوف اكس بتساوي كذا ميجا باسكال، لو سمحت احسب لي ستاس بكام. بس طبعا ظبط لي كل حاجه، ما تبقاش بالميجا باسكال، ترجعها للباسكال. دي مساله رقم واحد سهله انك تحلها. مساله رقم اتنين بيقول لي فايند ذا ماكسيمم لاترال ديفليكشن، مش هو في فورس اف هنا؟ يبقى ايه هيحصل؟ ديفليكشن، حيث مديك المودلس اوف الاستيستي اللي هي الاي 200 جيجا باسكال ما تنساش تحولها، والفورس ب 14 كيلو نيوتن ما تنساش تحولها، والقلب ب 1 متر يعني هي جاهزه خلاص، والديامتر اوف ذا شافت ب 20 مليمتر. يبقى هو مديك الديامتر خلاص، مديك الديامتر خلاص، حلو قوي. بس ده بالمليمتر، فما تنساش تحوله ايه للمتر، يعني تقسم على 1000. تحسب الديفليكشن واي ازاي؟ مديك الفورس جميل، والال ده جميل، والاي جميل، والاي اللي هي انا كتبتها لك من شويه لو تفتكر، الاي وخليك عارفها بقى اللي هي هتكتبها كابيتال، ها، باي على 64 دي تو باور 4، ولك هولو يبقى دي اوت تو باور 4 ناقص دي ان تو باور 4. ماشي جميل. مساله رقم 3، ايه هولو شافت؟ عندك شافت هولو، اتس اوتر دايمتر ب 60، ده الاوتر، والانر دايمتر عايزين نحسبه، فايند اتس انر دايمتر اف ذا ابلايد تورك اكتنج اون ذا شافت، يعني الشافت اللي عليه تورك بيعمل تورشن اكيد، بتورش التورك ب 450 نيوتن متر، والالاور شير ستريس بيساوي 220 ميجا باسكال. لو تفتكر قانون الشير دي تو تورشن كان عباره عن تي في ار على جي، التاو مديها لك 220 ميجا باسكال، والتورك ب 450، والديامتر ده اللي اوتر دايمتر، ها خلي بالك، والاوتر دايمتر كان ب 60، فانت يبقى انت معاك الار بكام؟ ب 30. فاضل لي الجي، الجي دي بقى عباره عن ايه؟ الجي دي كانت عباره عن باي على 32 دي اوت تو باور 4 ناقص دي ان تو باور 4. المساله دي فيها مقلب، ايه الفكره؟ انت معاك التاو والتي والار، فهتجيب الجي، وانت عايز تجيب مين؟ فكرني، الانر دايمتر. يبقى انت عايز تجيب مين؟ الانر دايمتر ده. يبقى الانر دايمتر ده ما ينفعش تكتب له جي بتساوي كذا 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 احسب لي الدي انر، لازم بره دايما في الماتلاب لازم اللي بتكتبه بره هو الانون، لازم اللي بيتكتب بره هو الانون، مفهوم؟ طيب اعمل ايه؟ يبقى اكيد انا هشرحها لك وهسيبك انت تحلها. يبقى اكيد هتضرب 32 في الجي وتقسم على باي، وبعدين تطرح الكلام ده كله من دي اوت تو باور 4، هتطلع بالشكل ده، هكتبها لك بسرعه، دي ان تو باور 4 بتساوي 32 جي على باي، هتروح بالنيجاتيف، كل ده زائد دي اوت تو باور 4. طيب لو انت كتبتها له كده برضه مش هيعرف يحسبها، لازم تبقى الدي انر بتساوي كل الكلام ده تو ذا باور ربع. يعني ايه تو ذا باور ربع؟ ما هبص خلي بالك، انا ما ينفعش اجيب له حاجه بره على الشمال دي انر تو باور 4 على طول، لازم تبقى ايه ملهاش باور. طب ازاي اشيل الاربعه دي؟ ما انا هعمل الجزء الشمال تو ذا باور ربع، واعمل الجزء اللي اليمين ده كله تو ذا باور ايه ربع. طب اعملها ازاي تو باور ربع؟ ما تنساش وانت بتعمل الباور تحط قوس بدايه ونهايه. يعني ايه بدايه ونهايه؟ اوعى تحطش القوس. عارف ليه؟ لو ما حطيتش قوس يحصل لخبطه، هتعمل تو باور واحد واللي يطلع يتقسم على اربعه. لا انا عايز اعمل تو باور ربع اللي هي واحد على اربعه. اوكي يا شباب، انت بقى اظبط لي الايكويشن دي واكتبها وريني شغلك، وهخلي لك مع ان مسألة رقم 4 كانت مطلوبة من حضرتك المرة دي، بس انا عشان عارف دي اول مرة هوقف لكم لغاية مسألة واحد واتنين وتلاتة، بس حتى مسألة واحد واتنين وتلاتة بس. المرة الجاية هنحل ان شاء الله من 4 ل 10. ما تنسوش تحلوا الشيت اللي مطلوب منكم جزء مسألة واحد واتنين وتلاتة، وانا كده كده كل مرة هحط لك درجاتك، فتعالى احضر معايا المحاضرة عشان توريني مشاكلك عشان اقدر اساعدك يا باشمهندس، و
نقدر نكمل بعدها، عشان خلي بالك المادة هرمية. يعني ايه مادة هرمية؟ يعني لو في حاجة وقعت منك مش هتعرف تكمل. توفيق يا باشمهندسين، مستنيكم مسألة واحد اتنين تلاتة، أشوفكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية. سلام عليكم.